استجابة لأحكام قانون الانتخابات في السلطة الفلسطينية، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً يقضي بتخصيص 7 مقاعد على الأقل للمواطنين المسيحيين في المجلس التشريعي المقبل. وكان الرئيس عباس قد أصدر في منتصف شهر كانون الثاني الماضي مرسوماً بإجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل، بحيث تجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 من شهر أيار المقبل، والرئاسية بتاريخ 31 من شهر تموز للعام الجاري.